ست ايام مرق على مغادرة حسام الاكاديمية، لكنه موجود دايما بقلب سارة واسمه دايما على لسانها. خلينا نسمع باي كلام رقيق كانت سارة عم بتناجي صورة حسام. مرحبا يا تبتو، اشتقت لك يا حقير. هي كنت اضعف هون ليكي. قلتك بعده بيحبني؟ لا ما بعرف. ليان؟ بحبك كثير. قلتك حسام بعده بيحبني؟ اكيد. ليش ليك هيك؟ مالكي شفله شي بنت احلى مني برا؟ لا. قصدك بيكون عم يخونني هلا شيء؟ لا لا. ليك مين جيت عن جد يعني؟ اخر مره كنت انسال هو اليوم طلع يخانني فيه. انا له يومين. على فكره شو؟ انا عارفه انت ليه ليه بهذا المود. لانه ما عاد لقيت طريقه عني ابكي خلص بكفي. صراحة يو نيفر نو، الشباب بسرعة بينسوا. على اخشي وجنب بقابلها. بيكونوا هلا البنات عم يشرفوا حالهم. يشرفوا حالهم على شو؟ شو فكرتوا انت حسن؟ ستار حبيبتي ستار. ستار شو؟ الخرط في عيني مغزي. اخرسي! انت عم تشوفي الجميل والفظيع بس وين التاني ما بيشوفوا فظيع. بيشوفوا افظع. لا ولا افظع بالمرة بالعكس. انا منيح لقلك يعني طبعا طبعا. ما بدي. طب هو ما بيستحلى له شي وحدة. قلتك رح يحكي معه؟ ولا بيحكي معي الا كيف البصر ولا مثل ما وعدني؟ سارة؟ انا اكيد رح اطلع بقابلك البرنامج وبضل ابعث لك مسجات على فيسبوك نايت. انا كمان بطلع قبلك ببعث لك مسجات بالفيسبوك. بقول لك شو بيعمل شو بيسوي؟ بروح على سوريا كمان. ماشي هيك منيح وكان ماشي الحال. بس علينا سكوتك. خروسي؟ بدي اعرف اذا بعده بحبني. يا عمي بحبك بموت فيكي اخرس شوي. طب انت شو بعرفك؟ بنتي حسام كثير قلبه طيب وكثير مخلص مبين. صح مبين، ما الزلمه مبين مخلص او لا. انا بصراحه خاف من وقت ما شفت عيونه مبين انه مش مخلص. بعدين الله بيحبني. بعرف. والله الله بيحبني هو قلبي. بس يا ترى حسام بيحبني؟ يا جماعة شكون طوحان ما عندنا مش كلها دواء. جعبالي اتخانق معه. بخلال التمارين على اغاني البرايم اعترضت ساره على اغاني الطرب يلي بتغنيها كل اسبوع. ببالها شي تاني، حابه تغير، حابه شي تابلو، شي مختلف. وشو بها اغنيه مرحبتين ومرحبتين؟ هلا هلا استاند بس برايمين المره الجايه من فوق. ولا شو رايكم تحضروا انتم البرايم؟ مين اللي شو رايكم؟ انا كثير مشتاق اغني طرب. انا حرمت هاد موال مرحبتين معه السي دي بقى. معه جاي تحته. ساره اذا مش عاجبك فيك تطلعي ما تغني شيء بالبرايم ترقصي هيك بيكون اهين كمان لنا ولالي. مرحبتين وين نهدب بيكي وين وين محمود. مرحبتين وين نهدب بيكي وين. ما هي مرحبتين مرتين. ماسكة حالي ها ماسكة حالي بس تخلص. هاي 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 تفلتي لك شي كلمة بقى اسكتي ما بقى تحكي. بصراحة ما حدا الحدا الموال بس سارة حضرته. هي الأغنية راكبة على سارة يعني مبين. بس بدك سارة تركب. مرحبتين ومرحبتين وين نهدب
فيكي وين مرحبتين ومرحبتين وين نادى فيكي وين وين محمود وين معروف وين الياس وين حسين ضربينا كفين شو بدك عندك تبلو لحالك شو بدك كمان من شان الله تبلو تبلو بطيخ لا الجن غني بتجنن انت طلع فيها طبوان هاي يا الله مليت مليت العالم قرفت مني مليت رفت طرب 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 يلا عرق عرق انه هي يلا ما انا ما ضبطت معي لك تقنعيني انه اضبط هالجديد اكثر مني يعني مثلا ما بفهم يعني ليش هيك يعني ليه دائما نحن بدنا نفكر ليه انت ما بتفهمي لانه حكيتك انا امبارح كلمتين ما بتسمعيهم انت اسود 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 واخر شيء بحطوا لي ستاند وبالاخير طرب 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 قفلت طلعت ريحتي على المسرح طب انت عم انا عرب حاسعين شي 50 صارت غنين رح تغني هي رح تطلعك بالسما فوق يا معقول هي ما انا طرب يا بنتي هي خفيفه وتبلو بيجنن وكلها حركه شو بكي يا الله هل اذا رقصوكي بتقولي لا اذا رح اطولكي طرب بتقولي لا كمان بترقص الغنية يا بنتي وموال وبتموت لك وبرقص مين والدنيا تبع مين بتعرفي لو شو يا الله بريك ومنكون مع شوية غضب وشوية فرح ومرح